عليه شحال من زامون بيبي واللي الحساب المشؤوم واللي طرقت له بزاف ديال الحلقات ديال بزاف ديال اللايفات ديالك. ممكن تعاودنا كيفاش تعرفتي على هذه القضيه خويا عبد السلام؟ خويا هذه القضيه ديال حبزه مون بيبي انا اللي حاجه الوحيده اللي باقا كتصمقني في عقلي بهذا المفهوم، لانه شوهوا الميلودي كيبغاو بعد القنوات، شوهوا الميلودي كيبغاو وزادوا كملوها بالشوهه مع 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 دنيا فاطمه. واش دنيا فاطمه ماشي اختنا مغربيه خويا بالله عليك؟ هي صراحه هي الاخت ديالنا، اختنا مغربيه نحترمها وفنانه ديالنا، وانما الجرائم او الافعال اللي قامت بها خلات الراي العام يبدل الصوره ديالو. لا ولكن كاين القطع، ما يمكنش القطع دخلوا ابتسام دخلوها للحبس ودنيا خلاوها مطلوقه. سي تادير شنو دنيا شنو دنيا كيخاف منها القضاء؟ القضاء فوق الجميع اخويا، وكيحطوا شي مغالطات على سبيل ديك مثلا تيقول لك هو سيمونا غيجيبوه بقات ليه 15 يوم. سيمونا هو يجيبوه، فين هي 15 يوم؟ جبدوا الاوسيمه كيحطوا الاوسيمه تحطاتهم لهم منين حطاتهم لهم شنو تواقوا ما يقول هذوك يقول لك لا كتفاعلنا بالاوسيمه. واش الاوسيمه شكون كيعطيهم؟ كيعطيهم سيدنا. يعني خصنا نحترموا المقدسات ديالنا، واش كاين ولا لا؟ واش الاوسيمه كيتعطاو لاي واحد؟ ومادام كاينه الثقه في ديك الفنانه الا عطاها لها، وهما هاد الناس هادو دخلوا في طول وعرض، دخلوا طول وعرض في الدوله في القضاء في كل شيء دخلوا فيه هاد الناس هادو. واخا خويا عبدو، حنا كنعرفوا باللي القضاء والفرقه الوطنيه ما يمكنش لها تحرك شي ملف، وما يمكنش لها تسجن شي واحد ولا تعطيه ظلما حكم شخصي ظلما. خويا دونك هنا تنقولوا ان الفنانه ديالنا دنيا فاطمه او الاخت ديالها او بالاحرى كما كيقولوا بعض اليوتيوبرز الراي العام العصابه ديالهم. نعم اخويا، انهم راهم دايرين شي حاجه ما يمكنش تلفق لهم تهم فارغه ويبقى غادي الملف في هذه المده في هذه المده ديال الزمنيه كامل. دابا يعني كاينه شي حاجه، دابا 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 الاخت دنيا فاطمه، انا ماشي كنجي من فاطمه وما عمرني كنجي من فاطمه لحقاش هي اختي مغربيه. اول حاجه هي مدانه، مدانه، ولكن باقا ما تبتتش في حق الادانه، باقا ما تبتتش. يعني اللي تبتت في حق الادانه راه في السجن، حنا خاصنا السجن، اللي في السجن راه في السجن، واللي باقا ما تبتتش في حقه علاش غنبقاو نحرضوا عليه ونحرشوا على مراكش اصاحبي؟ كومبلي مراكش كلها تهموها في الدعاره اصاحبي، المنطقه السياحيه، المنطقه السياحيه بامتياز، ضربوا السلطات كما بغاو هما، ما خلاو ما قالوا. تهموا السلطات برشوة، تهموا القضاء برشوة. شكون هذا اللي وجهوا هذا الاتهام؟ ثلاثة القنوات أنا تنقولها وتنعاود نقولها. اليوتيوبرز. اليوتيوبرز. أنا تنقولها وتنعاود نقولها، ضربوا في عرض الحائط بهذا المفهوم، يعني تهموا تهموا القضاء، تهموا السلطات. ربما الخلفية اللي عندهم ماشي في البال ديالهم أنهم يضربوا السلطات، أو نقدروا نقولوا النية ديالهم هو الدفاع على هذا الملف. لا ماشي النية، من تكون الدفاع على الملف عندك الحدود ديالك فين تلعب. ليميت. عندك الحد ديالك فين تلعب، ما تنقصش فوق الحد. يعني كيبقى القضاء عنده النزاهه ديالو كنحتارموه بالله عليك. دابا ملي تيقول لك لا حنا بغينا الميل في مشي لافاط، واش القضاء المراكشي ما فيش القضاة؟ صح، نقطة مهمة. واش القضاء في مراكش شنو زعما؟ كتوجه واحد التيام القضاء المراكشي زعما سيتادير داك القضاء كله شوا وكله شاية دنيا، وحنا عارفين راه تما شحال الشكاية. هادشي كيتحلوا في مراكش، يعني خصهم يبقاو في مراكش. هما بغاو يبدلوها من الابتدائيه للجنايه تراسم هاد اصحاب القنوات، وضربوا في عرض المرحوم الله يرحمه هو العربي فاطمه، ضربات فيه هذيك السيده هذيك اليوتيوبرز لا داعي لذكرها اللي هي في بلجيكا، وقالت لك يا ودي يا الباطماويين، يا ودي عائله باطمه. يا ودي واش عائله باطمه خويا؟ انت راك عارف عائله باطمه وعارف الكاريير اللي عندهم وعارف المستوى ديالهم، ما تخلطوش النوع فنانه ضربوا بها عائله كومبلي ديال باطمه. خويا عبدو، انت مع هاد الافعال اللي دارت الدنيا باطمه ولا لا؟ انا ما مع هاد الافعال كلها ما حاملهاش، ولكن انا حاجه وحده اللي تنامن بها. يعني اسمح لي، دنيا باطمه الا تبت في حقها هاد الشيء هذا خاصها الحبس، خاصها السجن. هما تجسسوا حتى على السجن على سبيل الذكر، قال لك حتى السجن ضربوا في السجون المغربيه، قال لك التليفونات كاين شي واحد اللي غادي يعطيهم المعلومات من داخل السجن اخويا. واخا حنا ربما في بعض الاحيان كصحافه كنستغربوا بعض المعلومات اللي كتجيكم نتوما كيوتيوبرز. يعني حنا ما كنتوصلوش بها، ما تعليلك على هذه المساله؟ خويا كيتعاملوا مع شي وحدين اللي كيعطيهم الخبر، وانا كتعرف هذه المسائل هذيك، كيعطيهم اخبار مغلوطه وكيجيبوا وكيحطوا، كيكون خبر واحد كلمه واحده كيخرجوا فيها عشرات الكلمات، كيستحمروا الشعب بهذا المفهوم.
كاين حب الدولار خصهم يجبدوا الدولار. مشات الغيره على البلاد، مشات الغيره على هذا الوطن. يعني ولاو تابعين كل ما هو مادي، كل ما هو مادي هذاك هو باهم، هذاك هو حبيبهم، هذاك هو اللي تيحكمهم. واخا عبد السلاوي، سمعتي على الاعتقال ديال المديم؟ سمعت عليه اخويا. شنو الراي ديالك في الاعتقال خويا؟ واش مع المديمي ولا ضد المديمي اخويا؟ باش نكونوا صريحين، اللهم لا شماته. هذاك السيد قال لك ماشي، يعني ما قبضش على هذا الشيء. حنا باقيين فيه باش ما نقولوش نكون انا عندي قناه شنو كنحط الكذوب. كيقول لك هو عنده شكايات من السي الفتيت ومن وزير الداخليه والى اخره، ومن هذا. المهم عنده شكايات كثيره. حتى داك السيد حتى هو دابا واخا هو داخل السجن، ما تسميش انا متهم، راه ما بقى لي والو ان شاء الله. غادي تعرفوا واش متهم ولا ماشي متهم، يعني اي حاجه غادي تعرفوا واش متهم ولا ماشي متهم. كاين القضاء اخويا، كاين القضاء اللي غيقول الكلمه ديالو في حقه. ثاني حاجه، كاين كنشكى واحد القناه، واحد الاخت نعيمه السعيدي، كنشكرها بزاف، وكنشكر الاخ عبد الحق جويره، عبد الحق جويره اللي تحمل على الصفا. وانا تصبح بكري ومشيت انا وياه باش نشوف القضيه ديال الزروالي، هادو خصني نشكرهم. والاخت نعيمه السعيدي اللي هي فتحت حقائق صحيحه ديال الناس اللي كانوا متضامنين مع الزروالي، يعني شوهتهم بهذا المفهوم، كنشكرها بزاف. شنو الرساله اللي تبغي توجه لليوتيوبرز ولا الراي العام؟ اليوتيوبرز والراي العام غنقول لهم اتقوا الله في نفوسكم، قولوا على اللي كاين واللي ما كاينش ما تقولوش. باركه ما تهينوا في هذه البلاد، باركه ما تشرحوا هذه البلاد. هذه البلاد عندها ملكه، عندها السلطات ديالها. اتقوا الله في نفسكم، وكونوا اكيد راكم نتوما غتلقاو شي حاجه اللي ما غتندموا عليها طول حياتكم، وما غينفعكمش النادى. شكرا جزيلا. لا شكرا على وجيب، وشكرا على الاستقبال ديالك، وشكرا انت على الحضور ديالك معنا اخويا، وشكرا ديالك على تلبيه الدعوه ديالك اخويا معنا. شكرا جزيلا. نشكرنا كذلك صوت العداله، نسعى ودائما صوت العداله، دائما صوت العداله، دائما صوت العداله اخويا. بارك الله فيك اخويا، بارك الله فيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.